أردت من هذه الموعظة إيقاظ القلوب، إيقاظ القلوب من ثباتها، وزجر النفوس عن التمادي في غيها وشهواتها. أردت من هذه الموعظة أن يزيد الصالح في صلاحه، وأن يستيقظ الغافل قبل حسرته وقبل مماته. لقد رأيت الحياة تمضي مسرعة، ومعظم أهلها في غفلة، ناس يأتون وآخرون يرحلون، أرحام تدفع وأرض تبلع، والناس غافلون ولا يستيقظون إلا عند معاينة الموت وسكراته. أحبتي، إن الحياة على ظهر هذه الحياة موقوتة محدودة، وستأتي النهاية حتما، فيموت الصالحون والطالحون، ويموت المتقون والمذنبون، ويموت الأبطال المجاهدون والجبناء القاعدون، يموت أصحاب الهمم العالية، ويموت التافهون الذين لا يعيشون إلا من أجل شهوات الفروج والبطون. قال الله جل في علاه: كل من عليها فان. وقال: كل نفس ذائقة الموت ستموت. نعم ستموت، إنها الحقيقة التي نهرب منها دائما، إنها الحقيقة التي يسقط عندها جبروت المتجبرين وعناد الملحدين وطغيان البغاة المتألهين، إنها الحقيقة التي شرب من كأسها العصاة والطائعون، وشرب من كأسها الأنبياء والمرسلون. قال الله: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل باك سيبكى، وكل ناع سينعى، وكل مذخور سيفنى، وكل مذكور سينسى، ليس غير الله يبقى، من علا فالله أعلى. اعلم رعاك الله أنه من عاش مات، ومن مات فات، وكل ما هو آت آت. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. إن حياتك إنما تبدأ بعد مماتك. يا ابن آدم، أنت الذي ولدتك أمك باكيا والناس حولك يضحكون سرورا، فاعمل لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. اعلم بارك الله فيك أن لا سبيل للخلود في هذه الحياة، اعلم بارك الله فيك أن لا سبيل للخلود في هذه الحياة، فالكل سيموت. إنه الموت أعظم المواعظ وأبلغها، وهو أول خطوة إلى الآخرة، فمن مات قامت قيامته. قال صلى الله عليه وسلم: القبر أول منازل الآخرة، فدارنا أمامنا وحياتنا الحقيقية هي بعد موتنا. أين الأكاسرة؟ أين الجبابرة والعتاة الأول؟ أخذ أموالهم سواهم والدنيا دول، ركنوا إلى الدنيا الدنية وتبوأوا الرتب السنية، حتى إذا فرحوا بها صرعتهم أيدي المنية. إنما أعظكم بواحدة: كم ظالم تعدى وجار، وما راعى الأهل ولا الجار، أين من عقد عقد الإصرار، حل به الموت فحل من حلية الإزرار. فاعتبروا يا أولي الأبصار، خرج المغرور من الدنيا ما صحبه سوى الكفن، إلى بيت البلا والعفن، آه لو رأيته قد حلت به المحن، وتغير ذلك الوجه الحسن. أفق من سكرتك أيها الغافل، وتحقق أنك عن قريب الراحل، يا سالكا طريق الغافلين، ويا راضيا بطريق الجاهلين. متى ترى هذا القلب القاسي يلين؟ متى تبيع الدنيا وتشتري الدين؟ ليت شعري بعد الموت أين تذهب، رحم الله من اعتبر وتأخب. ليت شعري بعد الموت أين تذهب، رحم الله من اعتبر وتأخب. إني سألت التربة بعدي ما فعلت، بعدي وجوه فيك متعبرة، فأجابني: صيرت ريحهم تؤذيك بعد روايح عطرة، وأكلت أجسادا منعمة كان النعيم يهزها نظرة، لم يبقى غير جماجم تعوت، بيض تلوح وأعظم نخرة. أين الحبيب الذي كان وانتقل؟ أين كثير المال وطويل الأمل؟ أما خلا كل في لحظه مع العمل؟ أين من تنعم في قصره؟ أليس في قبره نزل؟ أفق من سكرتك وتذكر نزول حفرتك، تذكر هجران الأقارب، وتذكر: إنما أعظكم بواحدة. رأى أحدهم قريبا له ميتا في المنام، فقال له: كيف أنت؟ قال: ندمنا على أمر عظيم، نعلم ولا نعمل، وأنتم تعلمون ولا تعملون، وأنتم تعلمون ولا تعلمون.
والله لتسبيحة أو تسبيحتان أو ركعة أو ركعتان في صحيفة أحدنا أحب إلينا من الدنيا وما فيها. أين أثر المواعظ؟ أين أثر المواعظ والآيات في قلوبنا؟ أين أثر كلام الرحمن في حياتنا؟ إذا جاء الموت لم يغن عن المرء ما كان فيه من اللذة والنعيم. يا ابن العشرين كم مات من أقرانك وتخلفت، يا ابن الثلاثين أدركت الشباب فما تأسفت، يا ابن الأربعين ذهب الصبا وأنت على اللهو قد عكف، يا ابن الخمسين أنت زرع قد دنا حصاده، أنت زرع قد دنا حصاده لقد تنصفت المئة وما أنصفت، يا ابن الستين هيا إلى الحساب فأنت على معترك المنايا قد أشرف، يا ابن السبعين ماذا قدمت وماذا أخرت، يا ابن الثمانين لا عذر لك فقد أعذرت. والله وأقسم بالله من حمل نعشا اليوم سيأتي يوم ويحمل هو على الأكتاف، ومن دخل المقبرة زائرا سيدخل يوما ولن يخرج منها، ومن عاد إلى بيته اليوم سيأتي يوم ولن يعود. تفكروا أحبتي وتيقنوا، تفكروا أحبتي وتيقنوا أن الموت حق لا بد منه.